Ma'ani. I give you the floor, sir. سيد رئيس المؤتمر العام، سيد رئيس المجلس التنفيذي، السيد مدير منظمة اليونسكو، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أستهل كلمتي بالتوجه بالتهنئة لسعادة السيد ديفيدسون هيبن على انتخابه رئيسا للدورة 35 للمؤتمر العام، متمني لكم السيد الرئيس التوفيق والنجاح في إدارة أعمال هذا المؤتمر، كما أتقدم بالشكر والتقدير للسيد جورج أناستوبولوس على جهوده المتميزة في تولي الرئاسة للدورة 34، وكذلك إلى رئيس المجلس التنفيذي والسادة الأعضاء. وأنتهز الفرصة لأثمن عاليا جهود السيد ماتسورا في قيادة المنظمة، وعن تقدير حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لجهوده الخيرة في المحافظة على التراث الثقافي لمدينة القدس الشريف، مؤكدا أهمية الالتزام بالأبعاد القانونية لهذه القضية الحساسة، واستعداد بلادي لتقديم الدعم اللازم للمحافظة على النسيج الثقافي والعمراني والسكاني لهذه المدينة المقدسة بشكل عام، وللمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية المحفورة في وجداننا وقلوبنا بشكل خاص. واسمحوا لي أن أشيد بجهود الهاشميين التي بذلت والتي لا تزال تبذل للحفاظ على التاريخ التراثي والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف، والمتابعة المستمرة للتهديدات الناشئة عن الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من موقع في مدينة القدس الشريف، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للسماح للفريق الأردني بزيارة موقع طريق باب المغاربة لأخذ القياسات والمعلومات اللازمة لعمل التصميم النهائي. كما لا يفوتني أن أشيد أيضا بجهوده في افتتاح مركز السينكروترون بتاريخ 3/11/2008 في الأردن،